دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي. تعالى اقول لك لقمه. أني مش عارفه انت واخد السنه من اولها على الحمي كده ليه ياما؟ ما انت عارفه ياما، عارفه التعليم بالنسبه لي ايه. اول يوم في الدراسه ده هو كاني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا اعملها بجد. ان شاء الله. على الاقل افرح بيك واطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا امي، بعد الشر. وبعدين هو انا لقيت حاجه حلوه يعني؟ قلت لا، اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده. هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة. قوليلي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية. ما هي وحشة ده، انا هبقى كسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رسالة في الدنيا. قلت نملة الأولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبوي. أنت يا ابني التوان مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وأنت يا ابني أنا مش قايل لك تجيب ولي أمرك؟ قلت لي أبويا انقتل، قلت لك هات أمك، قلت لي أمي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. أنا عايز أشوف حد من عيلتك. أنت هتتعلم يعني هتتعلم. أوكي. الله يرحم أبوك يا أخويا. دلوقتي يا أخويا أنت وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الأسبوع اللي فات. سيد إبراهيم عوضين. فندم. 4 من 50. ألف مبروك. ألف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقية النتيجة. إبراهيم محمود أبو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت ام زكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا انت ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. لسه. من يا اخويا؟ لسه. مين لسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لحظه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انتو. من يا اخويا؟ انتو. من انتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. ايه دي؟ ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموكي مش عارف تجر المضاف ليه، مش عارف. طب وحيات لما انا لما وحياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، انا قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطه القشطه ما شاء الله، وفتحت امها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. اه شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته بالتربيه والتعليم راح يما. ده انت ليه تكسودي على دين انت اللي خلفوك؟ فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي دهون. فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كاتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا هدمتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم.
استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولانا يا جماعه، اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسه ده هي في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيكي نخوه يا بنت. وزير التربية والتعليم ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجوه انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا لا لا، انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه اتنايل يدخل. Guess who؟ ازيك؟ على فكرة انت ولد سافل وقليل الادب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسة بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه، الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص، مش صح كده يا مستر بهاء؟ الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر أنا دلعتك زيادة عن اللزوم، أنا لما كنت في سنك وكنت أشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. أنا هنقلك من المدرسة دي، هوديك المدرسة اللي أنا درست فيها في الأرياف في بيت بدر حلاوة عشان تعرف إن الله حق. أستاذ بهاء أنا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم، عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. معي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقني؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نوت يوم يلا. ان شاء الله ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. واني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مشلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، زفه كمان زفه يما. كل ده هو ما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة واحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي اوله شرط اخر نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا. ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بنت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، هما ليه الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك
او تكوينه او تستشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بنت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قارفني ده؟ هو المدعو سليمان ابو حجر رباني برضو؟ عاوزة تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكاش امال. نقرا الفتحة. نقرا الفتحة ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا الله ونسى كل الدنيا دي وغمضها. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع. انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها. اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حماقي وكاتب ليها على الصورة نويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحماقي؟ وبصوا التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلة دي. طب كنت خليني انا بكرة.